الحمد لله. طيب بصي هنشوف الصورة دي. يا لهوي. بصي قالوا لي انت كنتي تتمني تبقي ولد. هو بصراحة كنت بقول لماما، بقول لها انت ما خلفتنيش ولد ليه؟ ليه يعني ده؟ ايه الميزة عند الولد مش عندك يعني؟ لا خالص، هي يا مس يعني الولد عنده كل حاجة عندي. كل حاجة يعني الولاد كل حاجة عندهم في شخصيتهم عندي. بجد يعني انت كنت تنزلي تلعبي في كورة في الشارع وانت صغيرة؟ فعلا كنت كورة بقى واستغماية وحجلة وعجل وموتوسيكلات وحاجات كده. عشان كده انا حققت لك حلمك، دخلتي علينا بعجلة. حلو قوي.